اهلا بيكم في حلقه جديده من راندومايزر. الحلقتين اللي فاتوا اللي هو من بعد ما بدانا سيزون جديد كانوا حلقتين طوال قوي، واحده 8 دقايق واحده 9 دقايق، فاحنا هنحاول الحلقه دي نخلي الحلقه قصيره شويه. وانتوا برضو قولوا لنا في الكومنتات تحت ايه الاحسن، نعمل حلقات طويله نتكلم فيها عن كل حاجه بالتفاصيل، نقول كلام كتير ممكن نعيده مثلا، ولا نخلي حلقه قصيره ونقول لوزه الكلام وباقي الكلام انتوا اكيد عارفينه يعني منكم جيمرز وكده. بس فاحنا عموما في الحلقه دي هنتكلم عن سوني وتجهيزاتها لسنه 2017 لانها هتعمل حاجات كتيره جدا مهمه. في 2017 ممكن نقول باختصار كده ان سوني ناويه تعملها او ناويه لها من زمان، لانها مخططه من فتره كبيره جدا. في نص سنه 2016 سوني اعتذرت لمتابعيها او لملاكم بلاي ستيشن على السنه السيئه. سنه 2016 ما كانش فيها حصريات كتير قوي قويه جدا زي ما كانت سوني واعده او زي ما كان متوقع من سوني. كان في طبعا حاجات كويسه زي انشارتد 4 وغيرها، لكن ما كانوش كفايه لان سوني كانت واعده بحاجات باكتر من كده بكتير قوي. مع نهايه السنه اللي فاتت 2016 اعلن سوني عن لعب كتير جدا بحملات اعلانيه ضخمه وحاجات كتير جدا العاب ضخمه اكتر مثلا من 25 لعبه حاجه كده، انها تبقى حصريه السنه الجايه لسوني. ومن اهمهم مثلا لعبه زي هورايزن زيرو دون اللي معموله بمحرك جديد وكانوا مركزين عليها جدا، اعلانات كتيره جدا اتعملت ليها، حمله اعلانيه كانت ضخمه قوي. وعلى فكره هو نفس المحرك اللي فريق هيديو كوجيما اللي هو كوجيما برودكشنز شغال بيه على لعبته الجديده ديث ستراندنج. موضوع مهم جدا الموضوع بتاع هيديو كوجيما ده، لانه من فتره طويله كده حصلت مشاكل بينه وبين كونامي، وبعد كده ساب كونامي وكان ليه جوائز في جيم اووردز السنه اللي قبل اللي فاتت وما راحش خد الجوائز دي عشان كونامي منع، فالموضوع كان وحش قوي والجيمرز تعاطفوا معاه. ساعتها بقى هيديو كوجيما حس وخلاص بيأس شديد جدا وكل حاجه ضاعت منه، انه خلاص مفيش مستقبل للاستوديو بتاعه بعد كده. وهنا بقى سوني استغلت الموقف ده كويس جدا لصالحها، فراحوا كلموا هيديو كوجيما وقالوا له تعالى اشتغل معانا، هندعمك بكل حاجه انت محتاجها عشان تعمل مشاريع جديده تكون حصريه لمنصات البلاي ستيشن. جون! فدي برده كانت فرصه كويسه جدا لهيديو كوجيما والاستوديو بتاعه، هو استغلها ووافق على العرض بتاع سوني. وبعديها بقى سوني اتوسطت او راحت كلمت استوديو جوريلا جيمز اللي شغالين على لعبه هورايزن زيرو دون ان هم هيدوا السورس كود بتاع محرك ديسما لاستوديو كوجيما برودكشنز عشان يعملوا لعبتهم الجديده ديث ستراندنج. وبالفعل الاستوديو وافق وخد الكود بتاعهم، ودي حاجه كبيره جدا، وده تعاون يعني ممكن ينقل سوني نقله كبيره جدا ويسبب نجاح كبير قوي لسوني، لانه محرك بيعمل فيجوالز او جرافيكس حلوه جدا على منصه البلاي ستيشن وبتشتغل بطريقه ممتازه جدا من غير اي مشاكل. عشان السنين اللي فاتت او بالاخص 2016 كان في شويه لعب كده فيها مشاكل اداء، اعتقد المحرك ده هيدي الجرافيك اللي هم عايزينه ويحل المشاكل دي. ده غير كمان ان العروض اللي شفناها لهورايزن زيرو دون او ديث ستراندنج كانت صور جوه المحرك مترندره على بلاي ستيشن 4 العادي على 1080 وعلى بلاي ستيشن 4 برو على دقه 4K، وكانت شغاله من غير اي مشاكل وفيجوالز كانت كويسه جدا. نقطه كمان مهمه جدا تخص سوني في 2017 هي المنصات اللي عملتها، غير ان في بلاي ستيشن 4 اصلا عادي بقى في بلاي ستيشن 4 سليم وكمان بلاي ستيشن 4 برو استعدادا لسنه 2017. كنا عملنا فيديو قبل كده ساعه ما نزلوا بيشرح الفرق بينهم وانه احسن فيهم، على ما احط لكم اللينك بتاع الفيديو ده تحت في الديسكربشن عشان اللي عايز يعرف معلومات اكتر. واهم حاجه بالنسبه لنا كجيمرز عرب ان العاب سوني كلها الحصريه السنه الجايه هتكون مدبلجه العربي او هتكون مترجمه، فمعنى كده ان كل العابهم هتدعم الوطن العربي وهتدعم اللغه العربيه، فدي نقطه كويسه جدا وبرده حاجه من الحمله بتاعتهم او تجهيزاتهم ل 2017. فدلوقتي كويس جدا اذا كان ما عندكش بلاي ستيشن انك تجيب بلاي ستيشن، لان العروض اللي سوني وعدتها والعروض بتاعتهم لو فعلا اوفوا بيها ووصلوها بطريقه فعلا كويسه فانت هيبقى فايتك كتير قوي لو ما عندكش بلاي ستيشن. كده احنا خلاص وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنسوش بقى قولوا لنا نعمل حلقه صغيره زي كده ولا طويله زي الحلقات اللي فاتت عشان دي حاجه مهمه جدا نعرف رايكم. قولوا لنا برده توقعاتكم لسوني السنه الجايه هتعمل ايه، اذا كان عندكم بلاي ستيشن ايه اللعبه اللي هتلعبوها، ايه الحاجات اللي انتم متحمسين لها. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناه، وتابعونا يوم الخميس اللي جاي، راندومايزر بينزل كل يوم خميس الساعه 5. اشوفكم يوم الخميس اللي جاي، سلام.